الآن نجي لتعديل استعلام الإدخال. أول حاجة اسم الجدول، هنقول posts. طيب ثاني شيء نرجع للجدول ونشوف الترتيب، نال اللي هو مين الاي دي، ممتاز. بعدين حيكون عندنا اف اي دي، بي اي دي، يو اي دي، كلها ارقام. بعدين عندنا ايش؟ عندنا اللي هو دقيقه اللي هو ال لحظه اللي هو رقم 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 تايتل كونتنت. يعني حنبدا من هنا ثلاثة أرقام ونصين، نرجع فحيكون عندنا ثلاثة أرقام وعندنا هنا طبعا تنصيص بعدين نقول كده احنا انشأنا استعلام الإدخال الخاص بمين؟ في بوست، بس باقي هنا القيم. طيب جميل، نجي للقيم. أول قيمة عندنا إيش هي؟ الـ FID، نقول FID، بعدها PID، بعدها UID، جميل، بعدها UID، بعد كذا مين؟ IN TITLE، بعد كذا IN content. لاحظ الآن احنا انشأنا الاستعلام وبالقيم والباقي نفس الدالة السابقة. ارجع لاحظ نفس الكلام بنفس الترتيب FID PID UID FID PID UID والعنوان والمحتوى. كده الآن خلاص الدالة هذه حضف لنا الموضوع وبقية الردود.